سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله. يا والها، ماذا يفعل زوجك؟ أيبني سفينة في الصحراء؟ إنه مجنون، زوجك مجنون. زوجي مجنون، لقد جلب لنا العار، نوح جلب لنا العار. كفي عن هذا يا والها، كفي عن هذا، أليس زوجك نبي الله؟ ماذا تريدين يا واغلة؟ ماذا تريدين أنت يا واغلة؟ ماذا تريدين؟ والله إن نوحاً أبا زوجي لعلى الحق المبين يا والها. إن كان على الحق المبين فعليه أن يثبت ذلك، لا أن يصنع سفينة في الصحراء. أرى أن لا نتعجل بيع الجواهر الآن. أريد أن أصبح ثرياً يا طهورة. ولكن السامق يبحث عن السارق في كل مكان. من أنتما؟ أنا اسمي شائك. ومن أنت؟ أنا زوجته طهورة. هيا للتفتيش. لماذا التفتيش؟ لماذا؟ ألا تعلم أن قصر السامق قد تمت سرقته ونحن نبحث عن السارق؟ وما شأننا بهذه السرقات يا رجل؟ هيا نفتشكما. لا لا لا، اتركونا، نحن شرفاء، نحن شرفاء، اتركونا. سوف نرى إن كنتما شرفاء حقا. هيا. مستحيل أن أنفذ ما تطلبينه يا أمي، لن أترك أبي. أنا أمك ولي حق عليك يا يافث. أطيعك في أي شيء يا أمي، إلا ترك أبي ودعوته إلى الحق المبين. حق
أي حق تقصد يا يافث؟ أي حق؟ أبوك مجنون. إن دعوة أبي نوح عليه السلام لترك عبادة الأصنام وتوحيد الله هي رسالة إلهية من عند رب العالمين. سحرك، سحرك أبوك يا يافث، سحرك أبوك وأصبحت مجنونا مثله. يا أمي استجيبي لله ولدعوة أبي نوح، فنحن على الحق، نحن على الحق يا أمي. وماذا عن السفينة؟ ها؟ قل لي ماذا عن السفينة يا يافث؟ هي أمر إلهي. أمر إلهي؟ سفينة في الصحراء؟ سحرك أبوك يا يافث؟ نعم، إنها أمر إلهي يا أمي، أمر إلهي. الكلام معك لن يجدي، الكلام معك لن يجدي. اذهب، اذهب حيث شئت، اذهب، اذهب، اذهب من أمامي الآن، اذهب من أمامي الآن. سمعا وطاعة يا أمي. كيف يا هوزاء؟ كيف تذهبين إلى منزل هؤلاء الفقراء؟ هم خادمون لنا يا هوزاء، خادمون. كيف تقول هذا يا أبي؟ قويسة هي من كانت تهتم بي بعد موت أمي. وقد أخذت حقها، أخذت حقها مالا وكساء وطعاما. ما قدمته لي من حب وحنان هو أكبر من أي مال يا أبي. لا تجادليني يا هوزاء، لا تجادليني، ولا تكرري هذه الزيارة مرة أخرى، أتسمعين؟ أمرك يا أبي. أنت بخير يا مهدي، فلا داعي لأي قلق. ومن الذي أبلغك بمرضي أيها الطبيب؟ لماذا تسأل يا مهدي؟ هل هي الأميرة هوزاء؟ أليس كذلك؟ يا مهدي، أنت في قلب هوزاء؟ ماذا؟ في قلبها؟ هي دائما هكذا، رحيمة بالفقراء والمساكين. صدقت أيها الطبيب، فنحن الفقراء نحتاج لمن يعطف علينا. اللهم انصر نوحا أبي على هؤلاء الظالمين العصاة، اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين. يافث، لقد أعددت الطعام. أين ولدي جامر؟ لقد نام يا أبا جامر. هل سمعت ما تفعله أمي؟ إنها تقول إن أبي مجنون. لا تحزن يا يافث، فهي أمك ولها عليك حق البر والرحمة. ولكن أبي نوحا
قد زاد عليه العذاب والاستهزاء. لا تخف عليه يا يافث، فهو قوي، قوي بربه. ماذا يريد الأمير؟ أريد منك أن تتعاون معنا يا سام. ماذا تقصد؟ أرجو أن تكون هادئا، فإن الأمر يخص نوحا. قل ما تريد. عليك أن تخبر أباك أننا مستعدون أن نعطيه أموالا وجاها وملكا. والمقابل؟ أن يترك هذه الخزعبلات التي يتحدث عنها من أن للكون إلها واحدا. ليست خزعبلات، إنها حقيقة. أي حقيقة يا حام؟ هل تريد أن نترك آلهتنا من أجل هذا الكلام الساذج الذي يقوله أبوك؟ بل من أجل التوحيد. أي توحيد تقصد؟ وهل نحن مشركون في عبادتنا؟ نعم، أنتم تعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، ونحن ندعوكم أن تعبدوا الله الواحد. وإن لم نستجب يا سام؟ إن لم نستجب ماذا أنتم فاعلون بنا؟ حسابكم عند الله. الله؟ من الله؟ الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلتنس ما نقول، وخذ، خذ هذه الأموال وأعطها لنوح، وأبلغه مني السلام. دع عنك السلام وخذ أموالك. أراك رجلا عنيدا يا سام. لست عنيدا، إنه الحق. إذن فلتنصرف، انصرف إذا شئت. لماذا أغري هؤلاء الناس حتى ينصرفوا عما يدور في خلدهم من خرافات؟